تأكد رح ألاقي طريقة أقنعه فيها لأخي. لا تاكلها. أعطيني بوسة بس وحدة وزيادة والله. تعي لهون. لك العمى هدول شو عملوا لحتى التقوا من ورا ظهري؟ تعي. بس شوفي أخي هنيك على الشباك. إيه وإذا واقف على الشباك أصلا هو ما بيشوف؟ تعي كملي. مظبوط. العامة عم يبوسوا بعض بنص الطريق. كيف بدي اتركك هلا؟ خلص بقى بكفي. كاميرا بدك تبوسها بنص الطريق ولا؟ جميل ليش انت كنت بتشوف؟ ايه بشوف. اللي عم تعمليه ماله شي حلو ابدا. لك انتي مسحتي الارض بكرامتنا. بس انا ما عملت شي عيب. ما عملتي شي عيب. ما عملتي ابدا. لك عم تبوسي واحد غريب بنص الطريق. لك شو هذا اللي عم تعمليه؟ مو عيب عليكي؟ وبتقليلي ما عملت شي ما هيك؟ انتي بدك تبهدلينا يا بنت؟ يلا لشوف الامري فوتي لجوا. انت ما فيك تحكي مع مرتي بهي الطريقة. مرتك؟ لك نحنا ما عطيناك لا بنت ولا شي من هاد. انت مستغني عن روحك يعني؟ يا قلبك قوي يا ما سريع كتير بالركض. انت شكلك لهلا مالك مصدق انا ومراد متزوجين. لك لسه عم تلعي. فوتي نقبري لهجوا يا بنت. فوتي بدي احكي مع الزلمه كلمتين. لحظه شوي. نحكي شو ما بدك ومثل ما بدك ما في مشكله. بس ما فيك تفرض على مرتي اللي لازم تعمله. لسه عم يقول مرتي. لك عن جد انت ما بتستوعب يا قلنا لك متجوزين هالزلمه جوزي. لك انت يتيمه ولا مجنونه؟ ها نحن جبناكي من الطريق شي؟ ما عندك لا اخ ولا اب ياخذ رايهم؟ نحن ما حدا بيقدر ياخدك من غير اذن. عم تفهمي شو عم اقول؟ والله في هلا انا في عندي اب في عندي اخ. لك انا مالي متذكره انت اخر مره ابي حكاني على التليفون. ما بتذكر انت اخر مره اجى شافني فيها. ما بتذكر انت اخر مره قعدنا على سفره واحده ولمنا حواليه. وانت انت جميل اللي كم مرة اتصلت فيني؟ انت شي مرة اتصلت فيني بحياتك؟ سألتني كيف ماشي حياتك؟ شو عملتي؟ محتاجة لشي؟ معك مصاري؟ صحتك منيحة؟ لك انت اخ بالاسم بس. لك انت تركت امك وعائلتك وحملت حالك ومشيت. سنة كاملة ما شفنا فيها وشك وهلا جاي عم تتدخل. عم تتدخل بخصوصياتي وعم تحاسبني بعين وقحة. انت فكر بالاول اذا لك حق ولا لا. اهدي حياة. انا منيحة. روح مراد. بس دقيقة روقي شوي طولي بالك. خلص اهدي. رح نحل هذا الموضوع. رح اسألك سؤال واحد. يلي قلتيه من شوي كله رح تقدري تقوليه هو ذاته حرف بحرف لأبوكي وليه؟ وين بابا تبعك؟ وين وقلي؟ مو هون. يا ريت تعترف بقى. نحن بحياتنا ما كان في أب فوق راسنا. على طول كان جدي وبكل شي. جدي الشخص الوحيد اللي كان معنا دائما. بترجاكم اسمعوني. ممكن نهدى شوي؟ إلا ما يكون في حل هالمشكلة. ما هيك؟ أصلاً أخوكي كل همه إنه تكوني أنت فرحانة ومبسوطة. إيه طبعاً شو بده يكون غير هيك أصلاً؟ فرحة هي فرحة. أنا طبعاً بدي أشوف أختي فرحانة. كتب كتاب، حنة، عرس، كل هدول. خلص مثل ما بدك، اللي بدك إياه بنعمله مو مشكلة. يعني هالحكي كله مو كرمالي، كرمال عم بطلب هالشي ولا أنا شو دخلني؟ لا، أنا ما بتهمني هالقصص. طيب نحن جاهزين نعمل شو ما بدك. بنعمل الحنة وبنعمل العرس كمان. منيحة؟ طيب ماشي. بس إذا أبي دري شو بدنا نعمل نحن؟ هاي شغلتك أنت بتحلها بمعرفتك. شو هالحكي؟ شلون بدي حل هالموضوع معه أنا؟ بتلاقي حل معه. لا ما فيني أنا بخاف. ولو أنت جمله بتقنعه. كيف مسألت وعملت فيها أعمى علينا كلنا؟ هاي كمان بتلاقي لها حل. لك مو حرام عليك أمي؟ مو حرام؟ ما شفت كيف انقهرت لأنك انعميت؟ اسمعي منيح، إذا بتفتحي تمك وبتقولي حرف واحد لأمك ما تلومي إلا حالك. ما دخلني والله رح قلها. ماشي يا بنت خلص فهمنا. والله بقول كل شي لأبوكي. انت عم تبتزنا معقول؟ بعد اللي سمعته ببتز وبعمل اللي بدي اياه كمان صهري. لانه لهون وخلص. لك اخ يا اخي اخ منك. شو صهري قبلت؟ ايه قبلت مثل ما بدكم. موافق. قبلتي حياة؟ اكيد. Thank you.
تعي لهون، تعي لك، تعي ليه، تعي تعي لحضن اخوكي. والله كبرتي وصرتي تبهدلي اخوكي الكبير يا حياة. ها دخيل قلبك شو بحبك يا عمري انتي.